سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وها هم الحوثيون وإيران يقولون كذبا الموت لإسرائيل وأمريكا ويطلقون الصاروخ على مكة، فكما سقط أبرهة سيسقط بإذن الله كل من توجه لدمار هذا البيت. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مصحوبة بعمل على أحد الأقوال، لكن عياذا بالله البيت، قال أهل العلم: لو أن أحدا هم به بسيئة وهو في أقصى الأرض فإنه يذاق العذاب الأليم. والذي يفهمه وفق قواعد اللغة من الآية تعظيم حرمة البيت، وأن الله جل وعلا لا يدعو أحدا هم فيه بسوء. ولهذا عندما يقال المسجد الحرام، على قولين للعلماء في معناها، قيل الحرام بمعنى أن الصيد محرم فيه، لكن هذا بعيد، وإنما الحرام بمعنى أنه معظم ممنوع، معظم ممنوع مبجل.